حياكم الله، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو لم يحضر أحد حتى الآن. طيب ننتظر قليلا حتى يحضر الأخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله. قبل قليل لم يحضر أحد. هل الصوت واضح الآن؟ هل الصوت واضح؟ احنا كنا يعني تكلمنا في اللقاء الذي قبل قليل عن الاصل في المعاملات الماليه هو الحل والاباحه، هذا هو الاصل، الا اذا يعني تخلل هذه المعامله الماليه، يعني غش او خداع او ربا او كان فيها غرر، هنا تنتقل المعامله من كونها مباحه الى كونها محرمه. عقد المعاوضات الماليه، اول شيء البيع عندنا، يعني يقال البيع تعريفه هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، له أدلة، قال الله تعالى: وأحل الله البيع، ثم قال: وحرم الربا، وقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كذلك عليه الصلاة والسلام باع واشترى كما تضافرت بذلك النصوص الشرعية التي نقلت ذلك عنه، وأجمع المسلمون على جواز البيع بالجملة. البيع له أركان وكذلك له صيغ، فما أركان البيع؟ ما رأيكم؟ نعم، أركان البيع هما العقدان اللي هو البائع والمشتري والسلعة والصيغة، والسلعة والصيغة، أحسنتم. أنتم تعتمدون على مذكرات أو على شيء عندكم مذكرة؟ طبعا وضعنا لكم منتدى خاص بهذا المقرر، هذا هو المنتدى، رابط المنتدى.
طلع عندكم الرابط، انتوا ارسلوا المذكرة، انتوا اللي هذا يعني المنتدى لكم، ضعوا فيه ما عندكم من مذكرات وملخصات لكي يستفيد بعضكم من بعض. طيب بس لا اكيد في غيرها، انتم شو اسالوا الدفعات اللي قبلكم، الدفعه اللي قبلكم سنه بسنتين، اكيد انكم يعني تعرفونهم عن طريق المجموعات والجروبات، اكيد تعرفون. شوفوا اي مذكره وضعوها في المنتدى. طيب تسمحوا لي بس ثواني او دقائق معدوده. نعم الصوت واضح. طيب ما شاء الله الحين من ضمن الحضور الأخت أريج ودانا وريما وسماء. أرسلتوا ملف وين بالمدة ده؟ أنتوا عندكم مادة ثانية مثل الشركات؟ أوه طلع لكم إعداد مقرر، غريبة. حطوه في المنتدى العام. غريبة، منتدى اللي يسمع إعداد المقرر بالغالب إنه ما يطلع للطلاب والطالبات.
جزاك الله خير يا شيخ. ترى بالنسبة لأبحاث المركز التميز اللي هو حق الشيخ الرزين والشبل، أنا استأذنتهم بالقبل، قلت إن المركز نشرها في موقعه. قالوا لا، كيف إن ما حكمت وما أذن لهم بالنشر وكذا، إن طلبنا منهم التحكيم وبعد التحكيم بننشرها. قلت على راحتكم ولا نشرتها في الحساب. لذلك رغبة نزولها عند رابطهم ما راح أضع حق الرزين وحق الشبل، ونكتفي بأحكام السلام وتحقيق جزء من مناهج التحصيل. وجزاك الله خير على حرصك واهتمامك. جزاك الله خير يا شيخ. ترى بالنسبة لأبحاث مركز التميز اللي هو حق الشيخ الرزين والشبل، أنا استأذنتهم بالقبل، قلت إن المركز نشرها في موقعه. قالوا لا، كيف إنما حكمت وما أذن لهم بالنشر وكذا، إن طلبنا منهم التحكيم وبعد التحكيم بننشرها. قلت على راحتكم ولا نشرتها في الحساب. لذلك رغبة نزولها عند رابطهم ما راح أضع حق الرزين وحق الشبل، ونكتفي ب أحكام السلام وتحقيق جزء من مناهج التحصيل. وجزاك الله خير على حرصك واهتمامك. طيب، معذرة، الصوت الآن واضح. خلينا نشوف منتدى إعداد المقرر. إيه والله، أنتوا يطلع لكم منتدى إعداد المقرر؟ غريبة، أنا يعني بالعادة إنه ما يطلع إلا عند الأستاذ بس، يعني كيف طلع عندكم؟ والله ما أدري كيف. تسمعون الآن صح؟ لو تضعون المذكرة في المنتدى العام أحسن. عندكم المنتدى العام الحين، بعطيكم رابط حقه. أنا أعطيتكم رابط المنتدى العام، أعطيكم الرابط الآن.
طيب وضعت مذكرة في هذا المنتدى؟ نعم طيب كده طيب عندكم في حد مسجل في موضوع أو في مادة الشركات في الاقتصاد الإسلامي؟ طيب مثل ما ذكرنا لكم بأن وقت هذا اللقاء سيكون إن شاء الله كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 3:45 حتى الساعة 5:15، يعني لقاءين وراء بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت.